وهعمل ألذ وأطعم بطاطس مع الخضار. إيه المقادير؟ عندي بطاطس مسلوقة، بطاطس القورمة بالقشر ومسلوقة، عندنا كمان الفاصوليا الخضراء، عندي الطماطم، طماطم الشاري لو مش موجودة طماطم عادية ونقطعها مكعبات، عندي الزيتون الأسود والزيتون الأخضر، البصل الأحمر، زيت زيتون، ثوم، زعتر، ملح وفلفل. أول حاجة عايزة أعملها هي هجيب كده البطاطس بتاعتي وهبدأ إن أنا إيه أقطعها أربع، هي صغيرة ومسلوقة ولذيذة، ويا سلام بقى لما تتشوح مع الثوم والزعتر والزيت الزيتون والميكس بتاع الايه النكهات دي كلها مع بعض بيطلع يجنن. تعالوا بقى هعمل كده يلا هجيب زيت الزيتون وهحط كده وبعدين وهننزل بالبصل بتاعنا بالثوم فاصوليا طماطم والبطاطس. هحط الزعتر وهنقلب كله مع بعض. هحط بقى الملح بتاعي والفلفل وهنقلب تقليبة حلوة. هاجي بقى هنا اجيب الزيتون بتاعي، الزيتون الاخضر حلقات وزيتون اسود حلقات او عادي مش لازم حلقات بس نكون شايلين منهم البذر اسهل والذ بالتقديم. اهو بصوا بقى ما بتاخدش وقت خالص، خلاص انا الوقت كله في سلق البطاطس غير كده التشويحه، خلاص تخلي الحاجه كلها مستويه وجميله. زيت الزيتون مع الزعتر بصوا بيديها كده نكهه حلوه قوي. وهجيب طبق التقديم بتاعنا ويلا بينا نقدم احلى واطعم طبق بطاطس مع الخضروات. بصوا بقى جماله. Thank you.